مساء الخير واهلا بيكم مره ثانيه. يعني النهارده كده وانا جايه، احنا دايما بنيجي واحنا داخلين على ماسبيرو بتتفقد القاهره وتشوف النيل والناس والحياه، فتحس ان مصر محتاجه اجازه. بكره الجمعه هو ختام طبعا قمه شرم الشيخ الناجحه، قمه المناخ COP27 اللي ادارتها مصر الحقيقه بتنظيم رائع اشاد به الجميع. دماغي خدتني كده وانا ببص على نيل مصر وحركه الناس رايحه جايه، انه بلدنا بجد يعني تتبعوا معايا كده الموقف، وبالذات من بدايه اكتوبر وحتى النهارده 17 نوفمبر احنا بنتكلم على وقت ما كانش فيه راحه. يعني يا اما مشروعات بتتفقدها الحكومه، يتفقدها السيد الرئيس، يا اما انت بتتابع على الموقف اللي بيحصل. وبعدين الحقيقه المشروعات مش في القاهره ولا في اسكندريه ولا في المحافظات القريبه، لا انت بتلاقي نفسك ماشي مع الخريطه المصريه شمال وغرب وجنوب، مشروعات في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه. وبعدين تبدا بعد كده في وسط هذه المشروعات دعا السيد الرئيس طبعا المؤتمر الخاص الاقتصادي علشان يبقى فيه شرح، والأهم للمواطن المصري يعرف، المواطن المصري اللي بيتابع الشأن المصري كل يوم، بيتابع الأزمات العالمية خاصة الأزمة الاقتصادية بعد أزمة أوكرانيا وروسيا. فأصبح المواطن مش فاهم الدولة رايحة على فين والدولة بتعمل إيه والموقف إيه. ده اللي خلى السيد الرئيس يدعو لهذا المؤتمر الاقتصادي اللي كلنا تابعناه أيضا على مدى 3 أيام. أنت شفت يعني وضع مصر عامل إزاي الاقتصادي. دولة رئيس الوزراء قدم الحقيقة برزنتيشن أو عرض كامل لمصر ما قبل وما بعد وأثناء، وإيه اللي بيحصل بالظبط وإزاي بنتعامل مع القضايا الخاصة بينا، القضايا الاقتصادية. كمان تابعنا القطاع الخاص ودوره، والدولة إزاي بتقدم وبتدعو القطاع الخاص إنه ينضم لمسيرة التنمية وإنه يبقى إيد في إيد. سمعنا كمان آراء مختلفة، خبراء متخصصين. الحقيقة المؤتمر ده بعد 3 أيام كان فيه كمان إجراء تاني من الحكومة والدولة المصرية ب يعني تحرير سعر الصرف للدولار، وأيضا التفكير بإن إحنا نقدر نشوف الاقتصاد العالمي ماشي إزاي ونقدر نتوازن قد ما نقدر، وده في صالح مواطنينا. الأهم في وسط كل المشروعات اللي شفناها، كمان شفنا مشروعات كلنا كنا الحقيقة بنرجع ورا وتعجبنا الصورة. أنا ما بنساش مثلا مصنع الرمال السوداء اللي رحنا فيه للبرولس، وشفنا قد إيه بلدنا مليانة معادن، وانت طول الوقت كده بتشوف اكتشافات تقول إيه ده، هو أنا عندي كل الجمال ده؟ هو أنا عندي هذه الرمال اللي أنا ممكن أستفيد منها، طلع منها معادن، نصنع بيها حاجات، نستخرجها؟ فبالتالي فبتشوف الحقيقة اللي بيحصل طول الوقت في مصر، تشوف مواني بيتم افتتاحها بشكل جديد، تشوف أيضا مدن بيتم تعميرها بشكل جديد. لكن الأهم في وسط الأزمة دي كلها، في وسط ما هي مصر عاملة زي العجلة اللي بتمشي كل يوم في كل مكان، كان في حزمة من الأمور الاجتماعية الهامة والإصلاحات الاجتماعية علشان تؤمن حياة المواطن البسيط وحياة المواطن بشكل عام، إزاي يقدر يتغلب على كل الأزمات اللي احنا كنا عايشينها أو اللي احنا ما زلنا عايشينها وموجودين فيها، وتبقى برضو الدولة قادرة إن هي تمد إيدها وتساعد المواطن علشان كلنا نعدي. ما هي أصلها عاملة زي سفينة كلنا هنركبها، فلازم كل واحد نقدر نعدي ده لحد ما وصلنا لمؤتمر المناخ اللي تقريبا هينتهي بإذن الله غدا، وإحنا بنتكلم على 15-16 يوم من العمل. مصر الحقيقة قدمت نفسها، قدمت موقعها، قدمت جهودها، قدمت كمان وقوفها جنب القارة الإفريقية، قدمت وقوفها جنب الإنسانية من خلال مؤتمر هام للمناخ. ففجأة كده تحس لا، مصر محتاجة أجازة والناس محتاجة أجازة، والأجازة لا تعني أجازة ولكن تعني التقاط الأنفاس. بكرة هيكون يوم الجمعة 18 نوفمبر، وأعتقد التقاط الأنفاس بعد انتهاء المؤتمر ساعات ويبدأ العمل تاني يوم السبت 19 نوفمبر. وهو على فكرة التقاط الأنفاس ده معناها أن احنا أيوة ناخد نفسنا عشان نبدأ
نكمل ونشتغل تاني. وقت طويل جدا، مليان جهد كبير جدا، التقاط الأنفاس هيكون مهم. لكن السؤال، هل يا ترى السيد الرئيس بكرة هيكون أجازة؟ لا أعتقد. السيد الرئيس أعتقد هو الوحيد اللي بيشتغل حتى يوم الجمعة. كلكم بتتابعوا كل الجولات والجولات التفقدية للسيد الرئيس في أماكن كثيرة جدا. إذن مش هيكون في أجازة. الأجازة في مصر تعني العمل ثم العمل. طيب تعالوا كده أخدكم بقى، يعني وإحنا بنتكلم خبر كده وقف، والخبر الوقف ده خلاني كده أقعد أقراه. بعد 11 عام من وصول الأرض للسبع مليارات نسمة، يعني إيه؟ يعني عدد سكان الأرض 7 مليارات نسمة. فالناس دي اللي عايشة على الأرض كلها. وصلت بقى طفلة بريئة لطيفة فلبينية، فينس، ووصلت للكوكب ده. فينس يعني لما وصلت، إيه الإفادة؟ إن هي خلت عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. طبعا الطفلة دي هتفضل طول العمر رقم 8 ده مرتبط بيها، وهتفضل يقولوا لها انتي يعني صاحبة 8 مليارات نسمة، انتي اللي كملتي العالم. استغرق الامر ده، انتوا شايفين دي صورة الطفلة اللي موجودة في الفلبين، والحقيقة النهاردة يمكن كل الوكالات والانباء بتعلق على الصورة دي. استغرق الامر ده 12 سنة علشان يتم اضافة 1 مليار شخص الى عدد سكان العالم. وكان ده من المقرر وفق تقديرات الأمم المتحدة إنه عدد سكان العالم كان هيصل إلى بعد 15 عام فقط إلى أكثر من 9 مليارات نسمة، مشيرة إلى أن الهند بتتفوق على الصين من حيث التعداد يعني السكان، وبعدين تليها الصين، وتعداد السكاني بتاعها زي ما أنتم عارفين بلغ مش عارفة الرقم 2064، ده رقم السنة 2064، هيبقى كام بقى؟ هيبقى 1.7 مليار. يعني عند سنة 2064 تعداد الصيني هيبقى 1.7 مليار، ده رقم كبير جدا. الصين نمرة 2 ومصر هي نمرة 1 عربيا. طب أنا لما أعرف الأرقام دي، مصر طبعا عدد السكان فيها كبير، أتبسط ولا ما أتبسطش؟ هو أنا يعني الطاقة السكانية لما تبقى كبيرة وأنت عندك اقتصاد يوليها أهلا وسهلا، لكن لما تبقى عندك عدد سكان كبير والطاقة الاقتصادية والاستيعاب عندك أقل، يبقى أكيد لازم ننتبه ونحاول إن احنا طول الوقت نشتغل عليها. ده اللي هيرجعني للخبر الأول. زي ما قلت لكم، كان نفسي إن الدولة والناس والشعب اللي بيشتغلوا والناس اللي بتتعب تاخد أجازة، لكن الأجازة تعني في مصر مزيد من العمل. كل يوم لازم نشتغل أكتر وأكتر وأكتر علشان نقدر نعدي الأزمات اللي احنا بنشوفها موجودة طول الوقت في العالم. الخبر ده زي ما قلت لكم بتاع 8 مليار نسمة ده يخليك كده ترجع ورا وتقول يا دول عدد سكان الأرض، يعني اللي عايشين على الأرض دول 8 مليار نسمة. شوفوا كمان، بصوا على الخريطة هتلاقوا لما الهند يبقى عندها تبقى هي رقم 1 وتليها الصين رقم 2. طب نسأل السؤال، دول طبعا من الكيانات الاقتصادية الكبيرة جدا. ده أنا عايزة أقول لكم حاجة، وإحنا بنتكلم في المناخ، لما أنت تيجي ترتب الدول الكبيرة اللي عندها انبعاثات هتلاقي أمريكا، تلاقي الصين الأول، أمريكا، وبعدين تلاقيها أوروبا، والهند موجودة في نفس برضو هذا الجدول. طيب ترجع تقول إيه؟ لو أنت مسكت الهند والصين من حيث التعداد السكاني، الهند دي فيها تعداد سكاني كبير، لكن في نفس الوقت كمان عندهم إيه بقى؟ عندهم لغات مختلفة، عندهم ديانات مختلفة، وعندهم الحقيقة علم كبير. المواطن الهندي بيشتغل على قد ما عندهم يعني نسبة فقر عالية جدا، ولكن عندهم نسبة تعليم عالية جدا. الهند من أعظم وأحسن المبرمجين في العالم في الكمبيوتر. وطبعا الصينيين، الصيني يقول لك ايه؟ مفيش شغل، يعني مفيش حاجة اسمها مفيش شغل، انا بشتغل 24 ساعة. في ناس بتشتغل 12 ساعة، وبعدين ناس تدخل في عجلة التنمية ال 12 ساعة التانيين. فاذا لا في راحة مع سكان العالم ولا في راحة. الراحة تعني أنه أنا أشتغل، أنا أجازة بكرة، لكن أنت اللي عليك الشغل. كلنا لازم نكمل ونفضل نشتغل عشان ننجز. تعالوا نرجع إلى بلدنا الحلوة، وأرجع إلى شرم الشيخ. شرم الشيخ اللي قدرت على مدى ال 17 يوم، النهاردة يوم 17 نوفمبر، قدرت إن هي تكون موجودة على خريطة العالم بقوة، من أخبار، من تنظيم، من جلسات، من وصول وفود، من زعماء، من
كافة الجنسيات من يعني أحداث وكواليس رائعة، والحقيقة ما وصلنا إليه يجعل رأس مصر عالية طول الوقت. مزيد من الكواليس أنا عايزة أعود إلى الزميلة سالي سالم، موفدة التلفزيون المصري من قاعة المؤتمرات. مساء الخير يا سالي. مساء الخير يا أستاذة شفقي، ومساء الخير على مشاهدي القناة الأولى في كل مكان. احنا بالفعل بنتابع من بداية هذه الفعاليات اللي انطلقت بالتحديد في السادس من هذا الشهر، واحنا في اليوم الأخير أو ما قبل الأخير في هذه الفعاليات، واليوم الأخير في الأيام الموضوعية اللي الرئاسة المصرية اختارت لها بند هام من أهم هذه البنود في الأيام الموضوعية، هو بند الحلول المناخية. ولكن تمام، خليني أبدأ معاكي بآخر ما تم في هذا اليوم، وهو المؤتمر الخاص بالوزير سامح شكري رئيس هذه الدورة، وأنطونيو غوتيريش والأمين العام للأمم المتحدة، واللي تناول عدد من النقاط والحمل في طياته العديد من النقاط الهامة. تحدث سيد سامح شكري وزير الخارجية عن أن الرئاسة المصرية تعمل ليلا نهارا لإتاحة الفرصة للوصول لنهاية لكافة هذه القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، أيضا أن علينا التحرك سريعا لمواجهة هذه القضية. العديد من الدول قامت بتقديم التزامات فيما يتعلق بهذه القضية، أيضا تحدث فيما يخص التأكيد على ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية والتي تمت في السابع من هذا الشهر، أن العالم أصبح ساحة للعروض الخاصة بالبؤس الإنساني، ولابد من انتهاء هذا الأمس وليس غدا. تحدث أيضا عن أن بعض القضايا تم إحراز بها تقدم ونتائج فعلية، وبعض القضايا لم يحدث فيها النتائج والمرجوة في هذا الصدد. وتحدث أيضا عن أن البنود الخاصة بالخسائر والأضرار لابد أن تقوم هذه الدول بتحقيق هذه البنود ودفع الأموال الخاصة بتعويض هذه الدول التي تأثرت جراء التغيرات المناخية. وتحدث أيضا السيد سامح شكري فيما يخص أن قادة العالم عندما اجتمعوا هنا في هذه القاعات في السابع والثامن من هذا الشهر تعهدوا وقدموا العديد من الدعم، وهو ما يثبت الإرادة الخاصة بهذه الدول لمكافحة التغيرات المناخية. بعض القضايا ما زال بها بعض المفاوضات وتحتاج للتحرك سريعا. أما فيما يخص بعض النقاط المتعلقة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي تحدث أننا في لحظة تضامن ولابد أن يتضامن الجميع، العالم يغرق ويحترق أمام أعيننا، لابد أن يدفع كل من تسبب في هذه الخسائر وهذه الأضرار للدول المختلفة. نحتاج الموارد حقيقي، نحتاج إلى هذه الموارد يعني تفادي هذه الخسائر، ولابد على جميع الدول أن تقلل استخدام وأن يتم إزالة الكربون لحماية حياة البشر. يمكن خطاب من كلا الطرفين يحمل في طياته جرس إنذار بعد يعني ونحن على مقربة من انتهاء هذه الفعاليات يوم غدا، وفقاً لما هو معلن أكيد. حتى الآن والله من قبل على رئاسة المؤتمر. سالي أنا بشكرك على كم طبعا يعني التخليص وتقديم كافة المعلومات اللي دارت اليوم في هذا المؤتمر، ولكن كمان غوتيريش أعتقد أنه هو أكد في النهاية على دعمه للرئاسة المصرية في تنفيذ يعني صحيح الكثير من هذه التوصيات. كلميني عن الجزء ده تحديدا في الآخر. نعم، هو تحدث أيضا عن الدعم الكامل الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المؤتمر للرئاسة المصرية، والدور الذي قامت به الرئاسة المصرية في تسهيل وتسريع المفاوضات وتحريك العديد من الأمور المتعلقة بالتمويل. وأيضا تحدث عن التنظيم الذي تم في هذه الفعالية، وأكد على هذا الدعم لإنجاح هذا المؤتمر في هذه النسخة. ويمكن تبعنا
سمعنا على مدار الأيام الماضية التصريحات العدة التي تثني على ما قامت به الدولة أكيد. المصرية، سواء من إطلاق بعض المبادرات والتعهدات التي قام بها قادة الدول في هذه الأروقة أكيد الخاصة يا سالي. بهذا أنا بس عايزة المؤتمر قبل وأيضا المبادرات التي تم إطلاقها. تمام أكيد يا سالي. أنا بس عايزة قبل ما الوقت ياخدنا سؤالي الأخير سريعا هستأذنك فيه، كلميني عن يعني الكواليس الأخيرة. نحن خلاص يعني غدا هيكون الختام بإذن الله، في بعض الوفود غادرت، في بعض الوفود ما زالت موجودة. الانطباعات بقى في هذه المدينة الجميلة اللي شهدت هذه التفاعلات الكبيرة والكثيرة اللي موجودة في شرم الشيخ. نعم، يعني أستاذة شفقي يمكن العالم كله أجمع على أن مصر قامت باحتضان كافة الوفود، وكما صرح السيد سامح شكري مشاركة من 66 ألف شخص داخل هذه القمة، إضافة إلى ما يزيد عن 120 رئيس دولة ورئيس حكومة ووفود رسمية رئاسية شاركت في هذه النسخة. الجميع يثني على هذه الفعاليات التي تمت في هذه القمة، القمة 27، سواء هنا في المنطقة الزرقاء من خلال العديد من الجلسات، سواء رفيعة المستوى أو الرئاسية، وأيضا الجلسات التي تتم على هامش الجلسات الرسمية، وأيضا ما يتم في المنطقة الخضراء من فعاليات ترفيهية وفعاليات خاصة بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة الشباب. ويمكن كان في هذه النسخة مشاركة كبيرة من الشباب، أيضا طبعا مشاركة الأطفال في بعض الجلسات والاستماع إلى وجهات النظر الخاصة بالأطراف المختلفة، تسهيل المفاوضات. انطباعات جيدة ومبهرة أكيد. لهذه النسخة، نسخة مصر معا للتنفيذ. الجميع يثني على هذا الأمر أكيد سالي، وإحنا كمان بنثني على تغطيتنا، تغطية التلفزيون المصري، وكل الزملاء لك وباقي الزملاء على شاشة القناة الأولى. بشكرك جدا يا سالي، وأتركك لأنه غدا أيضا يوم مهم، وهو يوم الختام في قمة 27 في شرم الشيخ. وأنا يعني عايزة أقول لكم أنه الحقيقة إحنا لما نتابع الأرقام ونقف عند يعني 66 ألف شخص كانوا موجودين في شرم الشيخ، بتتكلم على أكثر من 120 شخصية، زعيم ورؤساء وناس كانوا موجودين، جاءوا خصيصا من أجل قمة للإنسانية. أنا دايما بعتبر أنه التغير المناخي واهتمام الدول بي بحالنا وحياتنا، أكلنا شربنا، أنه قمة الإنسانية، وأنها تكون على أرض مصر، على أرض شرم الشيخ، هي سينا نفسها، هي بلد الإنسانية، وسينا نفسها هي الإنسانية كلها. فأنا سعيدة جدا بأن احنا نبقى بنقدم ده في شرم الشيخ. غدا أكيد هنتابع معاكم الختام بإذن الله، لكن خليني أقول لكم كمان عندي إيه النهاردة في التاسعة. النهاردة عندي لقاء مع طبعا فنانة سورية، فنانة جاءت إلى مصر بمهرجان القاهرة السينمائي اللي بنشهد فعالياته هذه الأيام، سلافة وخرجي. الحقيقة هتمتعنا، هيكون حوار من القلب، حوار من اللاذقية إلى مصر. كيف سيكون الحوار؟ هنقف عند محطات مهمة إنسانية، محطات يمكن يهمنا نعرف أيضا كيف تفكر فنانة سورية بشأن ما يحدث وما يدور من حولنا، ماذا تقدم من أعمال، وكيف تتلقى ردود الأفعال على الكثير. هناك الكثير من الأسئلة هتكون معي ومع الفنانة الجميلة إن شاء الله في نهاية لقائي النهاردة في التاسعة. لكن لكل عشاق كرة القدم، انتظروا محمد صلاح ونعرف أيضا الجائزة الكروية الجديدة اللي نالها محمد صلاح اللي دايما بيمتعنا. تعالوا دلوقتي نعود بقى إلى باقي فقراتنا في التاسعة. هترككم مع تقرير هتابع معكم في لقاءات مع عدد من ممثلي ووفود العالم المشاركة بمؤتمر المناخ COP27. نتابع هذا التقرير ثم أعود وألتقي معكم ونستكمل التاسعة. أنتيغون باربودو عانت عبر عقود كثيرة من التغير المناخي، ولقد رأينا أسوأ الأعاصير والتي دمرت كل البنية التحتية والطرق والجسور والمستشفيات والأماكن الرعاية الصحية وكذلك المدارس.
لذا فهذه القضايا مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تعطل كبير حدث للاقتصاد عندما حدثت هذه الأعاصير. انقطع السياح الذين كانوا يتوافدون لزيارة جزرنا وكانوا يأتون إلينا ببعض العوائد، وإذا تدمر أيضا البنية التحتية لدينا. إذا هذا أمر هام جدا، لقد حدث دمار شامل عندنا وهذا يحدث من وقت لآخر. وفي آخر إعصار كان علينا أن نخلي جزيرة بأكملها، وكان هذا في عام 2017، وحتى الآن فإننا نعاني بشكل كبير. إذن هذا يعطيك فكرة عن التأثير الذي نعاني منه. القارة الأفريقية زي ما ذكرت هي من القارات لم تسهم كثيرا في المساهمة الانبعاثات الحرارية، بتسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الحرارية في العالم، بالرغم من أن عدد سكانها نسبتهم 17% من عدد سكان العالم. في نفس الوقت بتتحمل تكلفة وتداعيات التغير المناخي بالنسبة للدول الأفريقية بمعدل متوسط 5% من الدخل القومي هي تكلفة التغير المناخي. وفي عديد من الدول الأفريقية بسبب التغيرات المناخية دي بتعمل extreme weather shocks، بيحصل أعاصير أو droughts، حالات من الجفاف and so on، بيضطروا إن هم يصرفوا حوالي 9% من الدخل القومي لمواجهة هذه الأزمات. نحن برلمان عموم أفريقيا نعبر عن أفريقيا جميعها 55 دولة أفريقية والمجتمع المدني، ونحن متشائمين جدا فيما يتعلق بقضية التنفيذ. ولكن أولا أود أن أشكر مصر كدولة وكحكومة، لقد قمتم بأفضل تجهيزات للكوب فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والإعدادات، ولكن المفاوضات لم تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. هذا هو كوب التنفيذ، لذا كنا نود أن نتحرك ونمضي قدما لما فعلته الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتزاماتها وفي تلبية حاجات أفريقيا في الظروف الخاصة التي تمر بها، وأن نتأكد من أن الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والدعم الذي يجب أن يقدم للدول النامية قد تم حل هذه القضايا. نريد أن يكون هناك قوة دافعة، وأن يكون هناك منصة تضمن أن يكون هناك دفعا للمضي قدما في هذه المجالات. أهلا بحضراتكم. خلينا كده يعني نذهب إلى البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين، البنك يقول تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 هذا الرقم 20.9 مليار دولار، وده مقابل طبعا نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. فكده هنلاحظ أنه في تراجع، التراجع بنسبة كام؟ بنسبة 2.3%، وده مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يا ترى إيه السبب وإيه اللي بيحصل، وهل ممكن تزيد، تبدأ هذه النسبة تزيد لما الحكومة تعمل شوية تيسيرات؟ وده اللي هأتكلم في تفاصيله مع دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ طيب يعني احنا بنتكلم على هذا التراجع، كلمني على هذا التراجع وبعدين نتكلم على يعني ازاي تقدر الدولة تقدم بعض التيسيرات زي موضوع العربيات مثلا. فخلينا نتكلم الاول على هذا التراجع. طبعا هو في تراجع طفيف في تحويلات المصريين في الخارج، هم حوالي نص مليار دولار، وطبعا لسه السنة ما انتهتش. في 8 شهور بس تحويلات المصريين سجلت لما يقرب يعني 21 مليار دولار. تمام. وطبعا احنا عارفين ان السنة دي في العديد من التقشف في العديد من الدول، وطبعا في كثير من يعني التحديات امام الدول، فبيكون في تراجع من التحويلات من الخارج.
تمام. ده امر طبيعي جدا، ولكن لو حضرتك بصيتي بالمنظور العام للسنه كلها هتلاقي ان مستويات التحويلات تزداد. ليه؟ لان الحمد لله احنا بنتخطى الرقم يعني المعتاد. احنا كنا قبل 4 سنين او 5 سنين كنا بنتكلم الحد الاقصى 20 مليار. تمام. انما نوصل السنه اللي فاتت اللي هي 2021 اللي هي انتهت كان مسجلين 31.5 مليار دولار. وطبعا كان العالم ما كانش فيه الحرب، ما كانش فيه التأثيرات الخارجية، صحيح، للتداعيات، أزمة كورونا كانت استقرت شوية، فكانت التحويلات زادت. وطبعا بزبوط. كان سعر الصرف كان ليه عامل أساسي، صحيح، كان الجنيه قدام الدولار مستقر. خلينا كمان نقول أنه حتى الوظائف في الخارج غير مستقرة، يعني بكل تأكيد. احنا تابعنا كتير من الشركات اغلقت، كتير من الشركات كمان قللت عدد موظفيها، فده برضو اثر على نسبه العمل، يعني هو شكله واختلافه سواء يعني في المنطقه العربيه او حتى في دول العالم المختلفه. بالضبط. ولكن خلينا دايما نلاحظ يا فندم اوروبا، انا دايما بحب القي الضوء على اوروبا، لان اوروبا كانت من اكثر الدول اللي في اوروبا دايما زي ما بيسموها اكثر استقرارا، اكثر انتعاشا، اكثر معدلات نمو. تمام. فان احنا نشوف النهارده يا فندم، انا بكلم حضرتك النهارده، انجلترا بتعلن موازنه تقشف مع رئيس الوزراء الجديد، هيرفعوا الضرائب، 2 هيحدوا من الانفاق. تمام. وتأثيرات هذا الامر للاسف جاي مؤثر على التشغيل داخل انجلترا. صحيح. انا بدي لحضرتك ولمشاهدينا الكرام نموذج من العالم، من الدول المتقدمه. صحيح. فان احنا انعكاسه على بلدنا اللي احنا بنشوف ان مصر يعني تراجع فيها التحويلات، ولكن تعالي ادي لحضرتك نقطه مضيئه في غايه الاهميه لازم اخد بالي. يا ريت، انا بحب النقاط المضيئه. اتفضل. الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس الحمد لله النهارده بيصرح تصريح في غايه الاهميه. اتفضل. سنه 2022 ان شاء الله تنتهي الشهر القادم باعلى ايرادات لقناه السويس، بتسجل ان شاء الله 7.8 مليار. ده زيادة عن العام الماضي اللي هو 2021 أكتر من 1.5 مليار زيادة. فده ودي هنا نقطة هامة جدا نتوقف عندها، وهي في ظل كل الأزمات العالمية إنه قناة السويس تدر هذا الربح الأكثر من 1 مليار. أعتقد دي نقطة مهمة جدا، لأنه العالم في هذه الأزمة. لا، أكتر من 1.5 مليار. هو أكتر من 1.5 مليار. قايل ان هي هتسجل ان شاء الله 7.8 من 10. 7.8 من 10. تمام. والسنه اللي فاتت عامله حوالي 6 مليار. فانا عشان بقرب الارقام دايما لمشاهدينا الكرام، ان صحيح. الحمد لله الانجاز اللي بتقوم بيه الدوله اللي هو ترسيخ المشروعات الكبيره وترسيخ الاستثمارات داخل الدوله، صحيح، هو ده الهدف الاساسي. خد بال حضرتك انه قناه السويس مش مجرد دلوقتي مجرى ملاحي فقط، هي بقت منطقه اقتصاديه، يعني فيها الكثير من المشروعات الاقتصادية اللي كمان بتعزز هذا النجاح. يعني ويا ريت مشاهدينا الكرام يا فندم يعرفوا الدولة بتوجه استثماراتها في ايه؟ في الطاقة، في المشروعات الكبيرة زي قناة السويس، زي المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، زي لما احنا شفنا كده في قمة المناخ دي بنجذب استثمارات اللي هي المشروعات الكبيرة. خاصة بالهيدروجين الاخضر في قناة السويس. طبعا. يمكن الناس مش كتير يا فندم جمهورنا الكريم ما يعرفش الهيدروجين الاخضر والتحول. خلينا نقول ان احنا بنستخدم الطاقه النظيفه، الغاز. مظبوط. بنستخدم ان احنا النهارده نشوف طاقه الرياح، عايزين نستبدل ان احنا نستهلك بترول وبنزين وسولار ومش عارف ايه بطاقه نظيفه. طيب خلينا كده، يبقى اذا الخبر المضيء اللي بناخده النهارده انه عندنا ارتفاع في يعني ايرادات قناه السويس باكثر من 1.5 مليار زي ما حضرتك قلت. انا بس عايزه اقف لما نيجي مثلا المواطن يسال، طيب هل بعض التيسيرات اللي بتعملها الحكومه الان زي ان هي تسمح للمصريين ان هم اللي عنده عربيه في الخارج بالقانون اللي موجود والاشياء المتاحه، هل دي برضو ممكن ترجع تدر نوع من انواع التحويلات بشكل جديد؟ طبعا ان شاء الله هتجيب، ولكن عارفه حضرتك خلينا ناخد كلمه الرئيس ودايما نتبناها كلنا مع بعض، الصناعه والتشغيل. التحويلات المصريين دي فندم هتيجي بعربيات، العربيات مش هتعمل قيمه مضافه. صح. صاحب العربيه هيجي ربنا يكرمه ويجيب عربيتين وثلاثه ويحط. ما احنا بنتكلم على العاملين بالخارج، يعني احنا بالضبط العاملين واشقائنا واخواتنا كلهم هيحول فلوس جزء كبير ويحطها في البنك احتياطي، وده هيدعم قيمه الجنيه
وهيوفر عملة ممكن هو صعبة. كمان يدخل في المشروعات، يعني المبادرات الموجودة يشارك فيها يستثمر فيها هو كمان يعني. بكل تأكيد، وعشان كده الرئيس امبارح كان في اجتماع في غاية الأهمية، ان هو ازاي هيطرحوا عدد من الشركات في البورصه. يعني تمام. برضو الاستثمار ده فيهم عدد من شركات القوات المسلحه كمان. طبعا هم شركتين للقوات المسلحه، مش هنقول اسمائهم، لا ينفع نقول اسمائهم بسرعه. خلينا نقول الوية الوطنية وشركه صافي، دول من اكبر الشركات. خلينا نعمل دعايه لبلدنا. طبعا هي بلدنا، بلدنا طبعا. بلدنا تحتاج كل الدعايه اكيد. اتفضل. شركات بلدنا، يعني شركات برضو بتاعت طبعا المصريين. القوات المسلحه هي المصريين، والمصريين هم القوات المسلحه. القوات المسلحه مين؟ ما هم احنا. بالظبط، احنا القوات المسلحه برضو، احنا ولاد القوات المسلحه. يعني دكتور مصطفى بدرة، انا دايما بحب اتكلم معاك، نحاول ان احنا كده نقدم شويه معلومات ونقدم الحقائق والبدائل ايضا اللي ممكن تحسن وتزيد من الاقتصاد المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. زي ما شفتم ده خبر من اخبارنا الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب انا عايزه كده يعني اقول لكم حاجه، زي ما احنا كلنا خبر ده عايزه اروح فيه الأيام الماضية. على مدار الأيام اللي فاتت كنا بنتابع معاكم فكرة الناس، انتوا عارفين بداية الشتاء، صحيح ان الشتاء ما بدأش بشكل كبير عندنا بس بقى فيه نزلات برد. انا شخصيا متعرضة لواحدة منهم، بس الحمد لله يعني شغالة، يعني اصبحت يعني كمية اليانسون والقرفة والجنزبيل والليمون يعني حاجة يعني عايشة عليهم 24 ساعة. لكن الحقيقة اكتشفنا ان في فيروس او متحور جديد اسمه ايه، يعني الفيروس ده الناس يعني المخلوي، الفيروس المخلوي اللي بيصيب الكبار والصغار، يعني هم يعني ما بيسيبش حد. صحيح ان هو مش بخطوره كورونا ولا اعراضه زي كورونا، لكن هو ولا زي نزلات البرد الشديده، لكن وزاره الصحه اصدرت بيان وطلبت في البيان انه يعني كمان ان الناس تتعرف على العلامات بتاعته وتبقى فاهمة إيه الموضوع، يتوجهوا للمستشفى. لكن أنا عايزة نعرف مزيد من المعلومات والتفاصيل برضو تعرفوها حضراتكم. خلينا نروح باريس مع دكتورة منار مراد، وهي استشاري التخدير والعناية المشددة بمستشفى جورج بومبيدو بباريس. مساء الخير دكتورة منار. مساء النور وشكرا على الاستضافة. أهلا بيكي دكتورة منار. دكتورة منار، كلمينا على هذا الفيروس وما هو الفرق بينه وبين الإنفلونزا العادية أو كورونا حتى؟ أولا طبعا هذا الفيروس هو موجود منذ زمن طويل، ليس جديدا أبدا، وهو يصيب الحقيقة بشكل خاص الصغار الأطفال وهم حوالي أقل من سنتين. تمام. وهو من الفيروسات التي الفيروسات التنفسية، بمعنى أنها تنتقل عن طريق الرذاذ، عن طريق السعال، عن طريق النفس من شخص إلى آخر. ولكن الحقيقة الآن ما هو يعني مرتب لذلك كان أن متوقع هذا الشيء، والسبب في ذلك أن لا ننسى أننا منذ حوالي 3 سنوات نعايش الكورونا، بمعنى أننا دائما بالماسك ودائما بوجود الكمامة وكل ذلك، فكل ذلك أدى إلى اختفاء هذا النوع من الإنسانات التنفسية لفترة طويلة، فمعنى كأننا نسينا هذه الفيروسات. حتى إذا لاحظت فمثلا السنة الماضية والسنة التي قبلها لم نشهد كثيرا من حالات الجريب او الانفلونزا، والسبب في ذلك ان الناس كلها كانت ترتدي الماسك والكمامه، فساهم بذلك انقاص نسبه الاصابه بهذه الفيروسات. ولكن بعد ان تخلينا عن ارتداء الماسك او الكمامه وعدنا الى الحياه الطبيعيه ونسينا ان هنالك اجراءات من الوقايه والوقاية الفردية والجماعية لأمراض الشتاء. تمام. وبالتالي كانت هذه عادت هذه الإنسانات التنفسية بالظهور، ولكن دائما نستطيع أن نركز أن الوقاية هي الابتعاد عن الشخص المصاب، ما نزال نرتدي الماسك دائما وخاصة للأشخاص العاليين الخطورة.
طب حضرتك برضو يعني أنا متفهمة جدا وأتفق مع حضرتك إن إحنا لازم حتى في فصل الشتاء ارتداد الماسك مهم علشان الجو أصلا برد وسهل حد يجيله أي دور من أدوار البرد. أنا عايزة أعرف بس الناس هتفرق ما بينه والأعراض بتاعته وما بين باقي الفيروسات الأخرى، يعني إيه هي الأعراض وهل هو محتاج التوجه للمستشفى على طول؟ هي نفس الأعراض. لأقول لك شيئا، أن حتى الجريب يعتبر عالي الخطورة، الجريب الأنفلونزا فيروس البرد المعروف، تمام، هو يعتبر عالي الخطورة لبعض الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة، بمعنى أمراض قلبية، أمراض تنفسية، أمراض مزمنة، أمراض كلى، أمراض سرطان إلى آخره، ويتوجب أن يأخذوا اللقاح، لقاح الأنفلونزا العادي الذي يعطى عادة في هذه الفترة من العام، فهو منصوح به للكبار السن، للأطفال الصغار ممن لديهم سوابق مرضية ومن العاملين في الحقل الطبي. فإن عادة اللقاح ينقص الإصابة بالجريب أو الأنفلونزا حوالي 65%. أضف إلى ذلك الجرعة الرابعة من لقاح الكورونا أيضا يجب أخذها الآن لنفس الشريحة التي ذكرناها. يعني أستأذنك دكتورة منار كده، خلينا نؤكد أن كل أصحاب الأمراض المزمنة بننصحهم بأن هم ياخدوا يا إما فيروس الإنفلونزا وأيضا الجرعة الجديدة من لقاح كورونا. نعم، الجرعتين معا بهذا الفصل الآن في هذا قبل نهاية الشهر يجب أن يتم أخذ لقاح الجريب والأنفلونزا، والأشخاص الذين أكثر من 60 عام ولديهم أمراض وإلى آخره يجب أن يأخذوا أيضا لقاح الكورونا. أضف إلى ذلك أيضا في الأشخاص طبعا ممن يلاحظون أن لديهم ارتفاع في الحرارة، عدم تحمل للحرارة، لأعود إلى الفيروس الذي ذكرتموه في بداية الحلقة، أن من لديهم أعراض تنفسية خطيرة، صعوبة في التنفس، الحرارة، لا يتحملون الحرارة، إنهاك، مشاكل في التنفس، هؤلاء مدعوين للذهاب إلى المستشفى أو إلى الإسعاف، نعم، تمام، والاتصال بالطبيب. طب بالنسبة للأطفال دكتورة منار، يعني الأطفال، لأنه أنت عارفة الأطفال طبعا بيروحوا المدارس، بيروحوا الحضانات، بيتعرضوا لبرودة الجو، وأيضا بيتعرضوا هم بيعدوا بعض كمان الأطفال داخل المدارس، فالطفل كمان نتعامل معاه إزاي؟ الطفل، أي أم طبعا هنالك نوع من الثقافة الاجتماعية والثقافة الأخلاقية، بمعنى أن أي أم تلاحظ لدى طفلها الصغير هنالك مجموعة من الأعراض التنفسية، سيلان الأنف، السعال، صعوبة التنفس، أو أن الطفل الصغير أنه يرفض الأكل، يرفض الشرب، يرفض اللعب، هذا دليل أن لديه حرارة أو الطفل ليس بخير. يجب أن تعطيه مخفضات الحرارة، تستشير الطبيب، وتتوقف عن إرساله إلى الروضة أو إلى الحضانة أو إلى آخره. هنالك مسؤولية أخلاقية طبعا، لأن الأطفال الصغار سينقلون من بعضهم من شخص إلى آخر. ده حقيقي. الطفل الصغير ممكن أن يعدي جده، ممكن أن يعدي شخص آخر، هو نسميه فراجيل أو حساس، وبالتالي تصبح النتائج صحيح كارثية، ومن هنا تقع المسؤولية على الأهل. أكيد أنا بتفق مع حضرتك في كل ما ذكرتيه. نتمنى السلام والأمانة للجميع والكل يتوخى الحذر يعني ويتابع التعليمات. من باريس دكتورة منار مراد، استشاري التخدير والعناية المشددة بمستشفى جورج بومبيدو بباريس، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. هيفضل يعني ببساطة يا جماعة الدنيا برد، ولما ندخل البرد ناخد بالنا. هي فكرة فعلا لما يكون في طفل وعنده شوية برد وأقول لا معلش ماشي الحال، لأنه الطفل ممكن يبقى حامل للعدوى، فيعدي مش بس هيعدي كل الناس، ويعدي الناس في الأتوبيس وفي المدرسة، فخلي ولادنا كده في حضننا وناخد بالنا منهم، وإن شاء الله يعدي هذا الشتاء علينا بكرم بإذن الله.
جميل. نروح بقى للاعب المسعد اللي بيسعدنا، أخباره بتسعدنا، محمد صلاح النجم المصري فخر العرب دايما بيسعدنا بأخباره، لاعب منتخب مصر الأول ونادي ليفربول طبعا. وطبعا أنتم عارفين أنه صلاح طول الوقت عندنا دايما أخبار كتيرة خاصة بصلاح. الحقيقة فاز بجائزة أفضل لاعب، والجائزة أخذها، الصورة هي بتقول أفضل لاعب في العالم تصويت الجمهور، مجلة جلوب سوكر، وده خلال حفل أقيم في دبي اليوم زي ما أنتم شايفين. طبعا الحفلة دي النهاردة كانت في دبي، وطبعا صلاح أخذ الجائزة. وطبعا يعني أجمل ما فيه كمان أن صورته كانت مزينة برج خليفة بدبي بعد تتويجه بالجائزة، فالصورة أهي صورة محمد صلاح على برج خليفة في دبي، فطبعا شيء جميل. مزيد من التفاصيل وإحنا بنشاهد صورة صلاح الناقد الرياضي أحمد درويش. مساء الخير يا أحمد. مساء النور يا أستاذة شفكي، بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وكل التحية لمشاهدي القناة الأولى وتلفزيون مصر. أكيد. سؤالي طبعا عن الجائزة، ويعني تتويج صلاح بهذه الجائزة وصورته كمان اللي موجودة على برج خليفة في دبي، تفضل. بالتأكيد هي تتويج لمشوار محمد صلاح خلال الموسم الأخير. محمد يعني ضرب أرقام قياسية عظيمة، حصل العديد من الجوائز. الجائزة دي نفسها في 2016 محمد كان كسبها كأفضل لاعب عربي، النهاردة محمد بيكسبها كأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، حاجة عظيمة، إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية في صورة محمد صلاح. محمد بيسعدنا دايما دايما زي ما قلت لحضرتك، كم الفخر والعظمة واحنا شايفين صورة محمد صلاح بتزين برج خليفة. طبعا محمد السنة دي ناس كتير مش واخدة بالها ان محمد السنة دي حصد ثلاث بطولات مع فريق ليفربول، يعني كاس الرابطة، كاس الاتحاد، والدرع الخيرية، بالاضافة طبعا انه كان له انجازات فردية، هو هداف الدوري الانجليزي، وكمان محمد وصل مع منتخب مصر لنهائي كاس الامم الافريقية وخسرنا بركلات الترجيح، وكمان تصفيات الاخيره للصعود كاس العالم اللي ما وفقناش فيها امام السنغال. دايما محمد مساهم بنسبه كبيره جدا جدا في كل التتويجات دي. كمان ليفربول ما ننساش كان الطرف الثاني في مباراه النهائيه امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. طبعا محمد صلاح ما حالفوش الحظ في ثلاث نهائيات، لكن نجح في حظ ثلاث بطولات، هداف الدوري الانجليزي. فمحمد صلاح دايما دايما بيضرب المثل والقدوه ازاي تنجح وازاي توصل اعلى مراحل التتويج. حقيقي. كلمنا عن الجائزه نفسها، يعني الجائزه نفسها وتتويج صلاح بيها. جلوب سوكر دي جائزه من اكبر الجوائز في العالم، فاز بيها رونالدو 5-6 مرات. تمام. اخر حاجه السنه اللي فاتت كان امبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا هو المتوج بيها. نجوم عظيمه جدا جدا حصلت الجائزه دي. السنة دي كريم بنزيما بيحصدها كأفضل لاعب في العالم، محمد صلاح بيحصدها كأفضل لاعب في استفتاء الجماهير. يعني السنة الجاية يعني صلاح واخدها عن استفتاء الجماهير بشكل عام. بالظبط. وده مش حاجة قليلة، يعني إن محمد تفوق على مين يا فندم؟ تفوق على ليونيل ميسي، تفوق على هالاند نجم مانشستر يونايتد، تفوق على كريستيانو رونالدو، وبالتالي إنجاز غير مسبوق لأي لاعب عربي وأي لاعب إفريقي. فده مزيد من الفخر لينا كمصريين. أكيد. مزيد محمد صلاح من النجاحات. أكيد. طبعا سريعا وجود حضرتك أسألك عن مباراة بلجيكا ومصر، والناس معتبرة ولأنها مباراة ودية بس في حماس للمتابعة كبير. أكيد يا مدام شفكي، لما بتلاعب الفريق الثاني عالميا في التصنيف قيمته التسويقية تقترب من 570 مليون يورو. فريق فيه هازارد، لوكاكو، دي بروين. لا بلجيكا مباراة كبيرة يعني جدا، مرشح يفوز بكأس عالم طبعا. هما بيعتبروه الحصان الأسود دلوقتي، يعني الناس دلوقتي زي ما بتتكلم على البرازيل الأرجنتين بيتكلموا عن بلجيكا كمان. طبعا ومنتخب مصر طبعا قيمته زادت بوجود محمد صلاح، فأكيد الأنظار كلها تتجه إليه. كمان في شوية قلق، الهزيمة 5-0 لمنتخب الإمارات الشقيق أمام الأرجنتين إمبارح في مباراة ودية، فقلقت الناس شوية إن ممكن منتخب مصر يعني ايه يشيل اهداف. لكن في كل الاحوال هي مباراه مهمه، مباراه طريق ان شاء الله باسم المنتخب المصري مع منافس العالم كله منتظر منه حاجه كبيره في كاس العالم. اكيد. المنتخب البلجيكي.
أكيد الكلام دايما جميل، وإن النجاح اللي بيحققه محمد صلاح أجمل. أنا بشكرك جدا الناقد الرياضي أحمد درويش، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قلت لكم دايما الإنجاز حلو، ما هو محمد صلاح أنا بدأت معاكم وقلت لكم ناخد أجازة ومنشتغلش، لا أنت كل ما بتشتغل بتنجح، كل ما بتشتغل بتحقق، كل ما بتشتغل أنت موجود. فإحنا كمان هناخد فاصل صغير جدا مش أجازة عشان نرجع نشتغل معاكم ونستضيف الفنانة والسورية سلاف فواخرجي، وأسئلة كتيرة الحقيقة عايزة أسألها لها، لكن الأهم إن إحنا نقولها أهلا وسهلا بيكي في القاهرة. فاصل قصير ونعود ونستكمل التاسعة. عيون تاخدك من الوهلة الأولى، تكون هي كليوباترا الشام، أو تكون هي أسمهان الدراما العربية، أو تكون الفنانة السورية البنت السورية سلاف فواخرجي. سلاف اتربت في بيت الوالد ناقد والأم كاتبة، تخيل أنت ممكن يقدموا طفلة الأول عاملة إزاي، وبعدين تبقى فتاة ومبدعة إزاي وتقدم ده. يعني الكلمة هي اللي كانت مهمة في بيت سلاف فواخرجي. مساء الخير. مساء الخير مدام شافكي، منورانا. شكرا، شكرا جزيلا، كثير سعيدة إني عم قابل حضرتك، بحبك من زمان. أنا كمان والله سعيدة إني أنا اليوم بهذا المبنى يلي عزيز على قلبي كثير كثير. أول ما دخلت تفائلت، ما سبيرو إله بقلبي كثير كثير تفاصيل وكثير ذكريات جميلة. أكيد. وسعيدة إني معكم جدا اليوم. أكيد. بصي كل فريق العمل المخرجين وكل الناس بيبعتوا لك كل التحيات وأنا والسلامات. كمان وأنا كمان. سلاف، يعني تربيتي في بيت يعني الوالد ناقد وماما كاتبة، فالبيت ده يطلع موهوبة. الحمد لله. هو بس تعقيب صغير انه يمكن اوقات على النت بيكون في بعض الاخبار الغلط. بويكيبيديا كاتبين بابا ناقد. بابا ليس ناقد ابدا خالص ابدا. بابا انسان حقوقي اشتغل بالسياسه، علامه في التاريخ وبعيد تمام البعد، بس كمان الكلمه والتاريخ. اذا برضه الكلمه هي جزء من حياته جدا. هو كثير يعني مهتم بالتاريخ، مهتم بالادب العربي جدا جدا. ماما كاتبه، فالكلمه بالبيت اساسيه جدا. طبعا. الكلمه، الادب، الثقافه، السياسة، التاريخ، كل شيء. فالحمد لله نشأت ببيت على كل الأصعدة في شيء مهم، وحتى على الصعيد الفني مثلا كان دائما أصدقاء أهلي فنانين، كتاب، و و و و صحيح كنت بعيدة، ما كان حدا مكتشف أنه أنا بحب الفن، بس أهلي بابا وماما الله يرحمهم بيعرفوا هذا التعلق. يعني أنا عمري 3-4 سنين جابوا لي أفلام نعيم عاكف، كان عندي غرام فيها جدا جدا. نعيم عاكف شفت أفلام الأبيض والأسود كلها، ووقتها كنا حتى ساكنين باللاذقية، فقبل الساتلايت و كانت القنوات المصرية تجي لعنا على اللاذقية عبر البحر المتوسط. لهيك انا شايفه كثير افلام، كثير مسلسلات. وكانك في مصر يعني، انت متابعه الارسال التلفزيوني دائما دائما دائما. لهيك تعلقت كثير بهذا الشيء. اكتشفوا اهلي عندي هذا الموضوع وبلش يتنمى، بس دائما اكيد انه الدراسه اهم، الدراسه اهم. ايه اللي كان بيعجبك في نعيم عاكف؟ خفه دمها، موهوبه جدا، بتمثل، بتغني، بترقص، طبيعيه، عفويه، بحبها كثير، كنت كثير كثير مش شوي. وجودك هنا في مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا دعوة من رئيس المهرجان فنان الكبير حسين فهمي، وحتى أنت بلطفة حطيتي صورة ليكو على إنستجرام، ودي كانت حاجة لطيفة. كلميني عن انطباعك عن المهرجان هذا العام. دائما مهرجان القاهرة هو بكل الأحوال معروف أنه من أهم المهرجانات على صعيد المستوى بالشرق الأوسط، بإفريقيا، بالعالم كله. فأنا كثير كنت حريصة من أول ما وصلتني دعوة من الأستاذ حسين فهمي والأستاذ أمير رمسيس أني أكون موجودة كضيفة، سعدت جدا. والأستاذ حسين فهمي وجوده يعني عامل طابع أميري على هذا المكان طبعا. فحبيت التنظيم، حبيت اختيار الأفلام. كنت لابسة طبقا للدريس كود بتاع حسين فهمي؟ كنت لابسة شيء
بيشبهني أكثر وأكيد أنا بلتزم بالقوانين دائما. أنا حدا إيه منظم جدا. الموضوع ده يعني لأنه في جدل كتير أو اهتمام الفنان طبعا حسين فهمي عايز أن الناس تكون شكلها من اللائق ودريس كودلي للفنانة العربية بشكل عام. أكيد. إحنا جايين نقدم فن بشكل راقي، فإيه رأيك في فكرة أنه إصراره على دريس كود والناس تلتزم بحاجة؟ حبيت كثير هذا التفصيل وحسيت أنه عم يرجعنا لأيام الزمن الجميل، لكل مقام مقال، لكل يعني بتحسي أنه فعلا لازم يكون كيف من زمان لما الناس تروح على السينما تلبس أجمل ما يمكن. فبالعكس كان في خيار جميل أنه الناس تطلع أنيقة، تطلع الجميلة. القصة مو قصة يعني عارضة أزياء، لا، وبنفس الوقت بالعكس انا حسيت هاي السنه في اناقه رائعه جدا وفي التزام جميل جدا طبعا. فانا حبيتها. طيب تعالي نروح مع بعض للسينما. نعم. وانا عارفه ان انت موهوبه ومغامره، تحبي تغامري جدا جدا. كلميني على الفيلم المصري اللي انت لسه بتقولي انا جايه ومبسوطه منه. كنت من شويه عم بحضر فيلم 19 بي. فيلم مصري جميل جدا، لغه سينمائيه عاليه، بعيدا عن كل أفلام اللي هلأ درجة، يعني أفلام العنف، أفلام المشاكل والحياة الصعبة، يعني في شيء آخر، في شيء بيشبهنا أكثر، إنساني جدا. إنساني. وممكن يكون يعني هذا الفيلم ما كتير مناسب للحالة للموضة. يعني إذا صح التعبير. فيلم إنساني، فيلم كله مشاعر، فيه فلسفة عميقة. بيوحي بأول لحظة أنه هو فيلم بسيط جدا، بس هو إنساني كتير، شاعري جدا. وبتوقع نحن حاليا بأمس الحاجة لحتى نقدم مشاعر. أكيد. ونرجع للإنسانية. أنت عارفة كمان في عز الأزمات الاقتصادية الناس تميل إلى الحاجات الإنسانية. يعني طبعاً. ده حدث حصل تقريبا مع فيلم لاف ستوري. صحيح. القديم. صحيح. في عز الازمات قرروا. صحيح. في السينما الامريكيه يعملوا فيلم يعني يلعب على المشاعر، على المشاعر الناس. ونحن بحاجه لهذا الشيء ضمن هالمعمعه الكبيره وتعب. صحيح. الحياه بحاجه لهالمشاعر ترجعنا شوي للحاله الانسانيه تبعنا. اكيد. عايزه اروح للفيلم السوري اللي علقوا عليه يعني اكثر من ناقد الحقيقه. نعم. السباحتين او سويمرز. نعم. واللي مفروض انه فنانه كندا علوش ام للبنتين اللي بيسبحوا، والقصه الحقيقه انسانيه جدا، وهي طبعا قصه برضو بتبين ما حدث في سوريا وما يحدث من اتنين بيعوموا سباحتين وبعدين بيحصل الضرب وبيضطروا ان هم يمشوا، وبيحصل طبعا اشياء كتيره ويهجروا ويصبحوا لاجئين. فكلميني عن الفكره دي بتاعه الفيلم. يعني اولا حتى بالحقيقه قبل الفيلم نحن فخورين كتير بالسباحتين وفخورين جدا بكل انسان سوري نجح، والحمد لله قدرنا كشعب سوري رغم كل الصعوبات ورغم الشتات سواء نحن بداخل سوريا او الناس اللي سافرت، الحمد لله اثبتنا نجاح كبير وخصوصا بمصر او خليني اقول لك خصوصا هلا من شوي كنا عم نحكي انه البيئه الحاضنه مصر حضنت السوريين جدا جدا، فهي يعني فرصه لحتى اقول للشعب المصري شكرا من القلب، نحن شعب واحد. بس فعلا بالازمات كنتوا اكثر ناس احتضنوا، وبكفي انه السوري بمصر ما كان اسمه لاجئ. فهذا الشيء فعلا شعب مصر يشكر عليه. السباحتان ده بيطمنك الاحساس ده لما بتيجي مصر بتحسي خلاص انك في بلدك؟ بيطمني قبل الحرب وبيطمني بعد الحرب، وهذا الشعور كان دائما عندي، وبتوقع انه هذا الشعور كل سوري. لانه انا من طفولتي بيجي دائما على مصر، بعدين وقت التصوير والافلام و فانا دائما مطمنه هون. ودائما ادخلوها امنين، فهذا طبعًا الاحساس طبعًا فعلا موجود عندي. فيما بعد وقت الحرب أثبتت مصر أنه هي حضن للجميع وليس فقط السوريين، لهيك السوريين نجحوا. فبنرجع أنه نحن السباحتان فخورتان، فخورين فيهم جدا جدا جدا. الفيلم جميل، الفيلم بيحكي قصة حقيقية عن قصة نجاح سورية بظل الظروف الصعبة، الحرب وظلم الآخر واستغلال الآخر. يمكن أنا شوي بختلف في بعض النقاط، إن هو من وجهة نظر أنا كنت بتمنى الفيلم يكون فقط بيحكي عن قصة الكفاح، عن قصة النضال، عن قصة النجاح، لأنه تطرق بشكل أو بآخر
للحالة السياسية، مع أنه هن المخرجة أكدت أنه هو الفيلم فقط قصة نجاح أو إنساني يعني. فأنا حسيت أنه شوي كان الفيلم بيتطرق بشكل مغلوط أنا من وجهة نظري للواقع السوري الموجود، لأنه أنا بداخل سوريا يعني أنا بالحرب كنت بداخل سوريا، والموضوع أكبر بكتير من موضوع سياسي، الموضوع جدا إنساني وجدا جميل. فأنا ما بتفق معهم، بس لا شك أنه الفيلم من أجمل الأفلام على يعني صعيد الإخراج وعلى صعيد يعني الإنتاج. كان ممكن يتعرض للواقع الحقيقي أكثر. هو الفيلم حقيقي والفيلم موضوعه إنساني أكبر من موضوع يتطرق لوجهة نظر سياسية، لأنه الموضوع جميل جدا. فأنا ما كتير كنت مع هي النقطة. الفنان يعني. هنا عايز أسألك سليف، الفنان في هذه الأزمنة اللي احنا بنعيشها، أزمات كتير سواء بتحصل في عالمنا العربي أو في العالم بشكل عام، نعم، الفنان هنا ينفعل مع السياسة يقول رأيه ولا يقفل عليه بابه وينتظر من بعيد؟ إيه الأصح؟ الفنان هو إنسان، الفنان هو بالأخير مواطن، بس هو تحت الأضواء كلمته طبعاً بتلف أكيد. الدنيا، بس كمان واجب وقت بيكون في وطن أنه الواحد يطلع يدافع أو الواحد يطلع يقول الحقيقة، وخصوصا لما بيكون هو بالداخل. صح. فأنا بحس أنه لا، بالأخير نحن أوكي مثلا فنانين، بس نحن ناس، نحن بشر. ده اللي خلاكي تلبسي ملابس الجيش السوري وتتصوري وتكوني بتدعمي يعني جيشك الوطني. جيشي جيش بلدي، جيش البلد هو أخونا وأبونا وابننا، هذا الجيش. عارفة احنا في مصر نقول ايه؟ ما بنبقاش عارفين احنا الجيش ولا احنا الشعب. طبعا. احنا داخلين في بعض طبعا، فاحنا نقول احنا بلد يعني طلع له جيش ولا جيش طلع له شعب طبعا، يعني احنا داخلين في بعض طبعا. فالدولة أكيد. الوطنية اللي عندك يعني انت حاسة، انا دايما كنت بتابعك وحاسة ان انت عايزة الناس تتفاعل مع دولتك الوطنية طبعا، اللي بتهم الوطن السوري طبعا. اكيد وطن سوري وطن بلم الكل وبيجمع الكل وبيجمع المؤيد وبيجمع المعارض، والبلد ما بينبنى إلا بكل أبنائه، بس الجيش رمز سيادي طبعا، يعني هذا ما في عليه أي اختلاف. لهيك أنا مبارح بالفيلم حسيت أنه في شيء مسني ومس شرفي، لأنه هذا الجيش هو شرفي طبعا. فبلحظة في كان مشهد مؤلم بالنسبة لي، رغم أنه الفيلم من أجمل الأفلام اللي شفتها. لهيك في خطوط حمراء، الجيش جيش البلد اللي هو مني وفيني، يلي أرائك هو وكلامك عن السياسة عمل لي مشاكل، عمل لك مشاكل مع البعض أكيد طبعا، بس أنا برجع دائما بقول وبكرر، أنا ما عم بحكي بسياسة. أي مواطن بالشارع بيحكي عن بلده، هذا حقه. أنا بتكلم عن بلدي، أنا عم بحكي عن بلدي، أنا عم بحكي عن جيشي. أنا ما عم بحكي عن أشخاص. في جيش يعني في سيادة، في علم. فهي أشياء ما ممكن الواحد حتى يتناقش فيها. أيوة. إذن هنا الإنسانية اللي بتغلب الفنان طبعا عنه. أكيد سلاف، أنا استغربت جدا أنك دارسة للأثار، نعم، بس ما استغربتش لأنك عملتي كليوباترا، نعم. فهل دراستك للأثار مع دور زي كليوباترا عملت كده مزج حلو؟ طبعا أكيد، والآثار كلها فنون. فأنا وقت ساويت الدور كنت قارية، كنت دارسة بالمنهاج بالجامعة عم ندرس الآثار المصرية، فأكيد أنا من. وبعدين كان دائما في غيرة إنه كل العالم عمل هذا الدور، فأنا حبيت جدا وحبيت. كتير شبهوكي بإليزابيث تايلر، نفس الوش، العيون، الشكل، ويمكن ناس قالوا بالعكس انت الاقدر وانت الافضل ان تكون واحده عربيه. ان شاء الله يعني، ان شاء الله اكون هيك، بس انا حسيت انه انا بحب هي الشخصيه كثير، وحبها لمصر كان يعني مهم جدا. وهي اول بطليميه بتتعلم اللغه المصريه القديمه لحتى تكون قريبه من الشعب، فانا حبيت هي التركيبه جدا. حسيتي انها قريبه منك جدا. طب انا عايزه، بتحبي اكيد عبد الحليم حافظ؟ طبعا مغرمه بعبد الحليم طبعًا. حافظ ده جزء من موافقتك ومشاركتك. اولا اغراء كبير جدا عبد الحليم كقيمه فنيه، احمد زكي كممثل عظيم، وانه يعرض عليكي هذا الفيلم. مثل ما قلتي حضرتك، عبد الحليم حافظ يلي كل نساء الوطن العربي بيحلموا فيه، يلي الناس وقت مات عبد الحليم صارت الستات تزت حالها الشبابيك. طبعا بسمع هذا الشيء، بس عبد الحليم حافظ انا بتذكر كنت صغيره اكتب اغانيه واحفظها وحس انه عم بيغني لي،
فلما انعرض علي فيلم عبد الحليم حس انه انا فعلا الحلم حقيقه. ممكن عبد الحليم يغني لي الي. أيوة. وقت كنت اعمل المشاهد حس انه معقول انه هي الغنيه. لا كلميني عن الكواليس، كنت بتدخلي تلاقي اصل احمد زكي يعني متقمص عظيم طبعا طبعا وعايش، وبعدين حكايته شبه العندليب على فكره، هم حتى الوفاه قريبه من بعضهم. صحيح. فكلميني عن الكواليس بقى، دخلتي احمد زكي الكواليس والدور. احمد زكي عن قصه لعبد الحليم، محفوظ عبد الرحمن، شريف عرفي، اسماء مهمه كثير، فانا ضمن مسؤوليه كبيره كثير، وحبيبه عبد الحليم المجهوله. يعني من حبيبتي من تكون. نعم نعم. فقصة جميلة، الكواليس رائعة جدا، كنت كل الوقت. شفتي أحمد زكي إزاي؟ أحمد زكي شفته وقت المؤتمر أول مرة، مسك بإيدي، طبعا أنا لحد هاللحظة وحتى وقتها كتبت عنها، مسكت الإيد كانت كتير فيها هيك دفى، فيها احتواء، باسني من راسي وقال لي أنا مبسوط بكي قوي، أعطاني دفع وعطاني مسؤولية وعطاني فرح، وحسيت أنه أنا فعلا في شيء وقتها تغير قدامي التاريخ وتغيرت حياتي بعدها. وبتذكر يوم 23/12/2005 على ما أعتقد صح، كنت لابسة ساعة وأنا عم وقع عقد حليم، وقفت الساعة. شلت الساعة، حسيت أنه أنا هلأ صار في زمن آخر. حسيتي انت من وقتها انا ما لبست ساعه ابدا بجد؟ حسيت انت مش لابسه ساعه؟ لا خالص. يعني اذا يعني سلاف بطلت تلبس الساعه عندما توقف الزمن مع فيلم العندليب. حسيت في زمن اخر، سلاف اخرى، سلاف جديده، وهذا اللي دائما مش سلاف انا بحرص الساعة. عليه. لا دائما دائما. فحسيت في زمن او في طريق اخر، والحمد لله لا شك انه مصر فتحت لي ابوابها، فتحت لي قلبها. وانت بتمثلي واحمد زكي قدامك انه حليم، الاحساس كان ايه؟ احمد زكي تاريخ، احمد زكي تاريخ. والكواليس الاخرى الصعبه يلي كانت، يعني انه الفيلم صنع بظروف صعبه جدا طبعا، لان انت كان دورك مع هيثم، بس احمد زكي كان صحيح موجود دايما في الفيلم. صحيح. ومرض يعني كان صعب، كنا كل يوم نخاف، كل يوم نشوف انه في اوردر ولا لا علي. لهيك كل الوقت في خوف. قصة العندليب حاجه صحيح غريبه تماماً. جدا يعني. صحيح. كنتي كمان محظوظه بانك برضو نجم كبير بقدر محمود عبد العزيز طبعا، وليله البيبي دول اكيد، وانك تبقي موجوده كمان مع نجم كبير زي محمود عبد العزيز. حظي الحمد لله كان جميل جدا. اكيد كان في يعني كواليس وحكايات كتيره جدا يعني. خلينا كده نروح فاصل ماشي. وخليني اسال سلاف اسئله مهمه جدا، اعرف يعني. طيب بعد اسمهان، هل يعني تجربه الاعمال السيره الذاتيه ممكن تعملها تاني سلاف، ولا توقفت مع تجربة أسمهان؟ أفلام كتير ما بين الرومانسي والتاريخي، هي دي سلاف فواخرجي من اللاذقية إلى مصر في التاسع. عودوا إلينا بعد فاصل قصير. سلاف فواخرجي النجمة السورية الجميلة. ساعات ما بحبش أقول السورية المصرية، لأنه بحس أنه النجمة في العالم العربي خلاص هو باسبورها الفني هو. صحيح. الأقوى. صح ولا لا؟ طبعا صح. هنا في أسمهان، أسمهان مسلسل مش سهل، لأنه أسمهان كمان عندها غموض في حياتها شخصيتها، وما كانش يعني عشان توصلي الفن مع الغموض مع الحياة كان صعب. خفتي من الدور ده لما جالك؟ دائما بخاف، أنا من النوع القلق جدا. مع أنك مغامرة؟ مغامرة جدا. وبخاف لأنه لازم يكون في خوف، لازم يكون في قلق، لازم يكون في بحث دائما، بس هو القلق يعني الصحي، مو أنه القلق الغلط يعني. بحب المغامرة، ما بخاف من عدم النجاح، لأنه يعني عدم المغامرة معناتها أنا وقفت محلي، لأنا بحب غامر، بحب جرب، ممكن أنجح ممكن لا، بس المهم أنه حالة الفن اللي جواتي دائما في حالة إشباع أو طموح نحو الإشباع. أمام دور لأسمهان هي حالة جميلة، وهي طبعاً شخصية كمان متغيرة وعندها جواها حاجات كتير بتتغير، مع وجود بقى حالها وحال الناس المقربين. صحيح. ودخول السياسة، المسلسل مش سهلة أبدا. لكن كمان عند أسمهان أنت مش بس بتمثلي، أنت بتمثلي مطربة يعني صوت يعني صوت حلو،
فازاي برضو وفي صوت هيغني الاغاني طبعًا دي أكيد. ازاي حصل الامتزاج وانت عشتي ازاي فيه؟ كنت بتحضري كل تجارب الاداء والصوت وتحفظي؟ حبيت اسمهان وبحب كل شخصيه بساويها، حبيتها فهمتها عشتها، وانا اصلا بحب الغناء ومتذوقه للغناء العربي وبنغني طرب، بغني على القد في حاله يعني اداء. اسمهان اكيد في حاجه طبعا رايحه جايه. درست سولفيج، درست موسيقى، تعلمت، تابعت كل البرامج الموسيقية، درست أسمهان. إيه الحاجة اللي دندنتيها أنت مع نفسك من غير الصوت اللي كان بيغني؟ يعني كل أغاني أسمهان تقريبا حافظتها، بس أكتر غنية إمتى حتعرف إمتى؟ طب تسمعينا مقطع. حرام عليك. خلي الناس فاكرة أسمهان دلوقتي. ولحد هلا عم بتعلم سولفيج وعم بتعلم غناء. أيوة، لانه مهمه للممثل يعني. طبعا اكيد طبعا. بعد السير الذاتيه مش سهله طبعا، في تحدي كبير. هل ممكن تجربيها تاني؟ هل ممكن تدخلي التجربة تانية؟ اكيد. وبحب زي مين؟ بحب السير الذاتيه، بحب التحدي، بحب الاقتران بالشخصيه. في شخصيات كثير سواء تاريخيه من التاريخ البعيد او من التاريخ القريب يعني. في شخصيات كتير، حتى بتذكر وقتها اعلنت وقت خلصت اسمهان اني حابه اعمل بديعه مصابني بس بطريقه مختلفه. للاسف بقى أن يعني انشغل باشياء ثانيه، وانتاجيا كان الموضوع صعب يعني. حتى كمان كان في اخبار عن روز اليوسف، عن مي زياده، عن في كتير شخصيات تاريخيه يعني وجميله. وبحب السيره الذاتيه، ساويت اعتماد الرومايكية بملوك الطوائف، سويت شهرزاد. بحب هذا الشيء. بتديكي يعني حالة خلق، بتحرري جوه الشخصية دي. تماماً. ايه اكتر اشادة جات لك في المسلسل؟ وايه اكتر نقد ضايقك؟ في اسمهان؟ في اسمهان. دي عايزة ذاكرة بقى. والله الحمد لله كانت الأصداء كانت رائعة جدا. يعني أكثر شيء وقت بسمع الناس عم بيقولوا إنه نحن صرنا نشوف أسمهان، أنتِ حسيت بحالة التماهي، بحالة إنه أنا قدرت أوصل للناس، يمكن لأني أنا حبيتها كإنسان. وكنت أنا وكل المجموعة في تأكيد إنه نقدم صحيح فنانة مشهورة وعظيمة جدا، بس بالآخر إنسان من لحم ودم، ليست تمثال شمع وإنما حقيقية بأخطائها، بإيجابياتها، بسلبياتها. يمكن هي النقطة. وكثير نساء حسيت انه تاثروا فيها، لانه حسوا بحاله انه مثل العصفور يلي طلع من القفص. حاله التحرر، حاله انه كل انسان في جواته فينا شغف معين لازم يروح باتجاهه. هرجع تاني واقول دراستك للاثار، لان الاثار دراسه متعمقه في التاريخ، ودراستك اعتقد كمان عرفت ان انت دارسه حاجه للنحت الضوئي في فنون تشكيليه. صحيح. واخدتي جوائز كتيره جدا، جوائزك كلها ما بين مصر، سوريا، عمان، الكويت، السودان، الولايات المتحده، يعني سفيره الحمد بشكل لله. عام الحمد لله. الجوائز كانت بتعني ايه ليكي في كل اللي قدمتيه ده؟ بتقولك بتطمنك على نفسك ولا بتحسسك انه لا لسه مش كفايه؟ الاثنين اكيد. بتعمل لي اطمئنان، بتعمل لي فرح، مثل نوع من الشكر انه في ناس مقدرينك وناس عم بتشوف تعبك، بس بتعمل لي مسؤوليه اكبر وخوف اكبر انه انا لازم حافظ. لانه من السهل جدا انه الواحد يعمل نجاح، يعمل شهره، بس من الصعب جدا تعملي اسم، تعملي بصمه. يمكن لهيك يعني انا مقله طبعا، لهيك كثير متأنية. ايه اكثر جايزه فرقت معاكي عملت لك انتقال؟ احيانا الجوائز بتخلينا نروح مرحله تانية. والله الجوائز كلها لما بتحسي انه انت عم تتكرمي ببلدك شعور جميل جدا. وقت بتحسي عم تتكرمي خارج بلدك كمان في تقدير اخر. لما بتشوفي المحبه بعيون الناس اكبر جائزه بالعالم طبعا. فالحمد لله كل الوقت في حاله فرح وفي حاله مسؤوليه عم تكبر يوم بعد يوم. عايز ارجع لمحمود عبد العزيز، لان نعم. احنا شفنا البدايه وهي بتتفرج معايا قالت لي ده كان في الدور العاشر. الدور العاشر ماسبيرو. الذكريات دي، اولا انك تلتقي بالنجم محمود عبد العزيز، يعني نجم كبير، تاريخ كبير طبعا، احساسك كان عامل ازاي؟ يعني محمود عبد العزيز مدرسه التمثيل، الله يرحمه. يعني يرحمهم كلهم، يعني استاذ محمود، استاذ احمد زكي، قامه ومدرسة، وكل لحظة عم بتعلم منها. وأنا بحب أتعلم أول كل مشهد كل الوقت. كان اللقاء بينكم إزاي؟
كان يعني كان في معرفة شخصية قبل، دخلت بيتهم ففي علاقة شخصية جميلة جدا جدا، وكان في حضن جدا كبير كثير منهم يعني. أول مشهد طبعا خايفة، محمود عبد العزيز طبعا، ونور الشريف أستاذ كبير طبعا، الأستاذ محمود حميدة الله يطول بعمره، أسماء مهمة، فيلم أنا بعتبره كمان مهم جدا بمسيرتي الفنية. كل لحظة أنت عم تشوفي مع الأساتذة عم تتعلمي منهم، لهيك بالفيلم بالنسبة لي كان رائع جدا. اشتركنا بمهرجان كان بفيلم حليم، وبليلة البيبي دول كمان اشتركنا بمهرجان كان، لهيك كل لحظة معهم كانت درس ومتعة وكواليس وعم بتعلم وفرح. إلا فتيات أحيانا يبقى في تفاصيل صغيرة كده تشوفيها عن فنان وتعجبك، ايه اللي عجبك؟ ايه اللفته اللي عجبتك عند الفنان محمود عبد العزيز؟ في كتير، بس ممكن انا مثلا شخصيتي الخارجيه بتوحي بكتير هدوء بكتير خجل، وقت بكون انا عم مثل قدام الكاميرا بتحول، فدائما كان يتفاجئ فيني، يعني اول لحظه انه سلاف لازم تفكي، سلاف لازم كذا لازم كذا، لما بيقولوا اكشن انا بتحول. بتحسي انك دخلتي الشخصيه على طول على طول. فكان خايف مني شويه في الاول يعني بانه سلاف لا يلا فكي شوي. بس بعدين لا ايه ده فاجئتيني. فاخذنا على بعض، عملنا مشاهد حلوه، تعلمت منه كتير. اللهجه المصريه اخبارها ايه عندك؟ بحبها. في حد عربي ما بيحبش اللهجه المصريه؟ ما فيش. لا يعني بتروح لها بسهوله في التمثيل كمان. اعتقد يعني كلنا نحن كسوريين كعرب ربينا وعشنا على الدراما المصريه على الافلام المصريه، فاللهجه المصريه محببه. فينا نقول لهجه بتضم الوطن العربي. لهيك بحبها كثير، وبحس انه هي اللهجه مو قصه احرف، اللهجه هي روح. فأنا هاي الروح بحبها، الروح المصرية بحبها. ولما كنت طفلة كنت دائما أتخيل حالي بمصر، أتخيل حالي على المسارح عم بتكرم. مصر إلى شيء بداخلي، دائما بحس هواي مصري يعني. فاللهجة بالنسبة لي روح محببة وبستمتع فيها خلاص. وعرفاها بقى من الأفلام وكده. عرفاها وبحبها وبتاخدني لعندها. نفتقد فناننا العظام محمود عبد العزيز وجماله في مطعم العاشر في التلفزيون المصري. الله يرحمه. بس عظيم. بتكلمي مصري رائع يعني. الحمد لله بحبها. بتصدقي دايما ان الممثل عنده عفريت بيدخل في التمثيل؟ طبعا. لانه وانا بشوفك كده شخصيه سلاف الانسانه غير اللي انا بشوفها على الشاشه. لازم يكون هيك، لانه الشخصيه شيء يعني، والشخصيه اللي عم تتقدم شيء اخر، باسم اخر، بتاريخ اخر، بمفردات اخرى، المشي، الكلام، الصوت، كل شيء مختلف. بتروحي لناس تانية خلاص. قولي لي مسلسل معين او فيلم عملتيه كان شبهك انت سلاف اللي قدامي. كل شخصيه في شيء مني، لازم يكون في نقاط حاجة منك. تقاطع لازم، حتى وقت انا بعمل شخصيه بعيده عني وبتكون فيها كمان تحدي اخر، بحس انه باخر التصوير صارت جزء، صرت اشبهها حتى لو كانت بعيده تماما عني يعني، لانه انا ما بحس انه انا عم بتعامل مع اي شخصيه بطريقه المحاكمه ابدا. كل شخصيه انا بفهمها بحبها، بفهمها بالمنطق اللي هي بتفكر فيه، مو اللي سلاف بتفكر فيه، لهيك برحلة لاخر شيء بروحي يعني. عندي سؤال هاخد الاجابه منك بعد فاصل. ماشي. السؤال: بترتبي وجودك ازاي في سوريا طبقا لترتيب الفنانات في سوريا، ولا بترتبي وجودك طبقا للفنانات في العالم العربي؟ فاصل وانا تواصل. دفء الحوار مع فنانة مثقفة بقيمة سلاف فواخرجي ممتع في التاسعة. شكرا. السؤال اللي سألته لك: بتشوفي ترتيبك ازاي؟ يعني بتحطي نفسك مع الفنانات، طبعا سوريا مليانة عظام، ولا مع الفنانات العربيات، ولا مع المصريات؟ بتشوفي نفسك فين؟ يمكن الناس او الوسط ممكن يعني صنفني اكثر مني. انا اكيد بفتخر اني انا واحده من نجمات سوريات مهمات جدا،
وأكيد كمان بفتخر دائما وقت بيقولوا أنه سلاف بالنسبة بالترتيب الفنانات العربيات كمان الحمد لله وصلت لمكان جيد جدا. بفتخر بكوني هون وبكوني هون. بالأخير يعني العمل الجيد هو اللي بيقدمني بطريقة جيدة بعيدا عن التصنيف أو عن الأرقام يعني. أكيد. المهم محبة الناس والمهم أقدر أعمل شيء أنا شيء جديد. أكيد. دي إجابة أنا أتوقعها منك، بس أنا عندي سؤال تفضلي وقرأت عنه وأنا عايزة توضيحك ليه. نعم. السؤال كان الحقيقة تصريح ليكي في برنامج شو القصة، كان مع ربع الزياتي، قلتي فيه أنك لو كنت ركزتي في شغلك كنت قعدتي نجمات الدراما المصرية في البيت. هو هذا التصريح مو ببرنامج شو القصة، ببرنامج مصري. تمام. وطلع وقتها حتى المذيع حكى لأنه زعل علي من كتر الهجوم أنه الناس فهمت غلط. لأنه السؤال كان محذوف، هو السؤال أبدا ما له علاقة بالممثلات المصريات لا من قريب ولا من بعيد، والمذيع حي يرزق بيطلع بيحكي لأنه انظلمت كتير وطلعت. يعني السؤال ده ظلمك فعلا؟ السؤال ظلمني، والسؤال ما طلع يعني طلع الإجابة، وفيما بعد صار الاجتهاد، سلاف قصده هيك سلاف قصده هيك. أنا ما سألت عن الممثلات المصريات أبدا، السؤال كان بكل اختصار بعد أسمهان أنت رحتي سافرتي وإجوا نجمات أخريات من الوطن العربي حطوا سلاف على الرف، فأنت شو بتقولي؟ المصريات ما لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وطلعت من سنتين ببرنامج مصري واعتذرت إذا أنا فهمت غلط، إذا الناس فهمت غلط. وطلع حتى المذيع حرام اعتذر قال لهم سلاف والله ولا غلطت بحق حدا. شفتي قد إيه دلوقتي إحنا القيل والقال في السوشيال ميديا كتير، أسهل ما كتير. يمكن. طب عايزة أقول لك حاجة، الناس توقفت عند خطاب منتهى الرقة والعزوبة في الانفصال. نعم. من زوجك. نعم. وائل صح؟ صح. يعني الناس حتى انتقدت هذا الخطاب رغم أنه هو رقيق وعظيم ومحترم. شفتي الانتقادات دي زي؟ الناس يعني ممكن الناس تكون عندها فضى، ما يكون عندها شغل، الانتقاد شيء عادي بس ما يكون جارح. للأسف السوشيال ميديا أتاح لكتير ناس ما أنا أهل إنها تعبر عن رأيها بطريقة طبعا. ما أنا أنت حاولتي تقدمي خطاب محترم لعشرة عمر حلوة طبعا، لأولاد ما بينكم أكيد، وقلتي أنا ما استهلكش، قلتي الكلام ده صح؟ تقريبا. طيب يعني ليه حطيتي الخطاب في العلن؟ حبيتي تديله قيمة؟ حبيتي ترفعي عنك من كتر الكلام حتى توقفي الكلام عن الحياة الخاصة؟ مو أنا اللي بعطي قيمة، هو قيمته موجودة، قيمته بقلبي، قيمته بحياتي، قيمته بأولادي، فالقيمة موجودة أصلا فيه. فمو أنا اللي بعطي قيمة أبدا. يمكن حسيت أنه أنا في إله عندي كتير وإله فضل علي كتير، والغالي بيبقى غالي ونحن ما زلنا مع بعض والعائلة مستمرة، بس حسيت انه نحن في حاله انفصال له علاقه بشيء، له علاقه بالعمل، بالافكار، بي 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 بي. فانا حسيت انه هذا واجب، وانا يمكن بعبر عن طريق الكتابه بطريقه مختلفه. حبيتي تقولي له يعني بطريقه محترمه وانفصال بطريقه وتقدريه جدا تقدريه بشكل جداً. بشكل كبير، لانه هو يعني يستحق هذا الشيء فعلا. انت عارفه الناس هترد عليكي وتقول لك ايه، طب لما انت كويسه وحلوه معاه وده اللي حصل ما كملتوش ليه؟ يعني دي دايما اسئله الناس، لانه دائما بيكون الانفصال بيكون لمشاكل كبيره. بس صح. يمكن الناس اوقات تشوف انه اختلاف الافكار او اختلاف الاراء او 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 شيء عادي، بس هو لا، شيء مهم جدا. وكل بيت في له اسراره، في له حياته طبعاً. في له مشاعر. خلف الابواب المغلقه هناك حكايات. اكيد طبعا. حكايه ولادك تقبلوها ازاي؟ بالاول اكيد صعب، بس متفاهمين نحن كلياتنا، وما اخذنا القرار الا بعد ما قعدنا وحكينا. وأحلى شيء إنه العائلة ما زالت بقوام جيد جدا، وما زلنا سوا، وما زلنا كل تفاصيل الأولاد مع بعض. عارفة كلامك بيفكرني بإيه؟ ما عرفش لو تابعتي هذا الفيلم للمبدعة إنعام محمد علي، ميرفت أمين وحسين فهمي، أسفة أرفض الطلاق. نعم. اللي هي كانت أكيد. بتحارب عشان حياتها وشايفة إن هي مش عايزة تسيب جوزها. أنت ممكن توافقي على هذه النوعية من العلاقات اللي فيها احترام؟ لا، أنا متمسكة بالحياة، بلاش نتطلق، بلاش نعمل،
هي شبه الخطاب اللي انت عملتيه ولكن بطريقة أخرى. هي القصة مو قصة أوراق رسمية، هي قصة حالة روحية. ففي ناس بتفهمها، في ناس لا، بس في مشاعر امتنان قد تكون أكبر من صحيح. الحب. فأنا بالنسبة لي احترامه أكبر وامتناني له أكبر بكتير، وفي شيء أكثر من أنه يكون هيك سطحي. وبلحظة حسينا أنه نحن ما بدنا نكذب، نحن واضحين. كتير في ناس عايشين مع بعضهم بحالة كذب، فنكون صادقين ونكون واضحين هو أفضل بكتير. عم نكسب حالنا، يمكن ناس تفهم يمكن لا، ناس لا صحيح. بس نحن ما همنا إرضاء الآخر، همنا أنه نحن أولادنا يكونوا مرتاحين ونحن كمان مرتاحين مع بعض. مين الفنانات المصريات اللي بيعجبوك؟ كتير. اللي تحبي تعملي معهم حاجة؟ كتير فنانات كتير وأسماء كبيرة، صعب يعني صعب تختصري فنانات وفنانين بس وفنانين مصر بكم اسم، لأنه ما شاء الله مصر ولادة وأسماء عظيمة جدا. هل ممكن نشوفك قريبا على شاشة رمضان أو في أعمال مصرية؟ إن شاء الله قريبا، في عدة نصوص مصرية عم بقراها، وبتوقع أنه الفترة القادمة رح يكون لمصر النصيب الأكبر والاستقرار الأكبر. هل الأمور هديت عنك في مسألة كلامك عن الشأن الوطني السوري، محاولة حد قال تم اغتيالها تم اختطافها، انتهت هذه القصص ولا ما زالت في جعبة آخرين؟ ما عندي فكرة عن الآخرين، الآخرين مشغولين فينا ونحن مشغولين بالشغل، فنحن نشتغل ونركز بشغلنا. أنا ما بفكر بهالأشياء، يعني صارت بفترة معينة، بس لا تركيزي على الشغل على العيلة، وأنا هلأ كمان عم كمل دراسات عليا بالآثار، فكمان هذا الموضوع شاغلني. أكيد أنت مكملة في الآثار؟ نعم هلأ يعني عم بعمل الماستر. يعني بالنسبة لك ممكن يبقى كويس يعني. يا ريت طبعا. أكيد هلأ زرتي أماكن أثرية في مصر؟ أكيد طبعا. زي إيه أكتر الأماكن اللي بتحبيها؟ رحت أماكن كتير، ورحت الأقصر وأسوان و و و ورحت كتير مصر. مصر يعني التاريخ، يعني الحضارة، يعني الآثار، يعني المعجزات. مين الممثل والسحر المصري اللي ممكن في المرحلة دي تعملي معاه عمل ديو؟ لو حطيت لك مجموعة من الممثلين. والله في كتير. كريم عبد العزيز، طبعاً أحمد أكيد عز، أمير كرارة، كلهم عظيمين. كلهم مين؟ عظيمين وعم بيقدموا نجاحات كبيرة كتير. مين تشوفي نفسك نقدر نعمل حاجة كويسة مع بعض؟ في كتير، بس هو حسب النص، حسب السيناريو الدور. ما فيني أقول شخص، لأنه السيناريو هو اللي بيفرض الأسماء، وطبعا أسماء كلها عظيمة وناجحة وجميلة جدا. قلتي لي في البداية بتحبي نعيمة عاكف. طبعا. وانت بنت اللاذقية اللي هي كلها فن وغنى، لو تعرض عليك عمل استعراضي تحبي تعمليه؟ أكيد طبعا. بصوتك المرة دي؟ بصوتي. هلأ أنا عم بتعلم الغناء، يعني هلا انا سجلت مع حمزه وعلي اولادي. سجلت معهم بمعهد موسيقى، وعم بتعلم حاليا البيانو، وعم بتعلم السولفيج والغناء. خلاص انا حسيب الاوراق. عم بتعلم على لا 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 وحنختم لا. في طور الدراسه هنختم انا وانتي حاجه حلوه حاله كده نختم بيها. اتفضلي. وانا هبقى كورال معاك. لا انا اللي هبقى كورال معاكي. صوتي ضايع اصلا من البرد. وانا كمان. تحبي تقولي ايه؟ ما فيش حاجه. مفيش حاجه هتحبي تقوليها تدندنيها؟ حاجة سورية، حاجة من تراث، خلينا نسلم على أهلينا في سوريا. في أغنية غنيتها يمكن كتير قبل، هي من تراث اللاذقية، بس دائما بيقولوا إنه هي أصلا مصري أو يمكن البحر المتوسط، لأنه في كلمات مشتركة بين اللاذقية والإسكندرية. بس ما بعرف هلا يعني. يرى الروح اللاذقية مع التراث. أنا ورطت نفسي. لا خالص. ولا نغني أسمهان ولا زي ما أنت عايزة. مش عارفة لخبطتيني. زي ما أنت عايزة. أنا هشكرك على بال ما تفكري. شكرا. هشكر النجمة الجميلة اللي أخصتنا بحوار من القلب، يعني في وجودها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأخصتنا ونتمنى لها كل التوفيق سلافة وخارجي اللي كانت في ضيافة التاسعة. وأنا هسيبها نختم معاكي أسمهان حاجة لمصر زي ما أنت عايزة. طيب أنا كمان حابة أتشكرك. كمان قبل ما نختم بالغنية، سعيدة أني بماسبيرو، أني بمصر العظيمة، أني بمهرجان القاهرة، سعيدة مع كل الفريق. ودائما الكلمة اللي بقولها وبكررها وبعيدها من قلبي،
عمار يا مصر. الله. دائما دائما دائما. مش عارفة بس أغني موضوع الأغنية ده عمل لي أزمة. لا خلينا طيب. نقول حاجة دندنة كده يعني. طب في أغنية مصرية بتاعت ثلاث سلامات محمد أنديل مثلا طبعا. حفظها؟ أنا هقول معاكي. أنا هقول معاكي. لا أنا مش حفظها قوي يعني. قولي ثلاث سلامات يا وقت. طب خلاص. ثلاث أيام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. كفاية. نورتينا سلافة وخلجي، نورتينا وأهلا بيكي دايما في مصر، ومنتظرينك في عمل إن شاء الله تنوري إن شاء الله. أتشرف بإذن الله. إن شاء الله. أهلا بيكي. شكرا. Thank you.